نال مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني شهادة الأيزو الامتثال لمعيار الجودة في التطوير المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي بهذا المناسبة أكد الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني أن هذا الإنجاز يثبت تفاني المركز في عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول لتعزيز مكانة المملكة على خارطة التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الإقليمية والدولية. من جانبه أشار الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي للمركز إلى أن هذه الشهادة هي بمثابة ترجمة لمساعي المركز في الريادة وتشجيع المؤسسات على تبني الأطر الأخلاقية في ممارسات الذكاء الاصطناعي. وبهذا الإنجاز الجديد يتصدر المركز مؤسسات البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وتعزيز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها المركز على نطاق عالمي، كما يمهد الطريق لاعتماد وتكامل حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في مختلف الصناعات.